السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير. محاضرتنا لهذا اليوم لمادة الفيزياء الطبية بعنوان Physics of the Skeleton، فيزياء الهيكل العظمي. بصورة عامة يتكون جسم الإنسان من عدة من الخلايا وأجزاء، ويمكن تصنيفها إلى Soft Tissue أي الأنسجة الرقيقة مثل المسلز العضلات وأيضا الأوعية الدموية، وتصنيف الآخر اللي هو الهارت تيشيو الأنسجة القوية اللي تمتلك صلادة وتفتقر إلى اللدونة مثل العظام البونز والأسنان التيث. بصورة عامة يتكون الهيكل العظمي من البونز العظام، وهذه العظام ترتبط مع بعضها بواسطة الليجمنتس اللي هي الأربطة. مثل ما ذكرنا سابقا بأن الهيكل العظمي ينتمي إلى الهارد تيشيو، وأيضا يحتوي الهيكل العظمي السكلتون يحتوي على بلود فيزلز الأوعية الدماء، وأيضا يحتوي على المينرالز اللي هي مادة مخ العظام اللي موجودة بداخل العظام. وظائف العظام functions of the bones، ما هي الوظائف العظام اللي موجودة بداخل الجسم؟ هناك عدة وظائف كما ظاهرة أمامنا، رح نأخذ ستة وظائف. الوظيفة الأولى اللي هي support أي الدعم. Bones and muscles are the legs support the body، العظام والعضلات اللي موجودة بداخل الرجل هي تدعم الجسم. اثنين locomotions أي انتقال الحركة. Bones joint a permit removement of a one bone with respect to another، أي العظام تستطيع بنقل الحركة من عظمة إلى العظمة أخرى مثل عظمة الركبة، أي يعني العظام لها وظيفة ثانية هي عملية نقل الحركة من جزء إلى جزء آخر. ثلاثة protection أي الحماية. The skull protect the brain, eye and ears، أي الجمجمة اللي موجودة برأس الإنسان هي تحمي العقل الدماغ وأيضا تحمي العينين والأذن. وكذلك the ribs protect heart and lungs، أي الأضلع الموجودة بقفص الصدري هي تحمي القلب والرئة. الوظيفة الرابعة اللي هي storage of chemical، يعني بإمكان العظام تعمل عمل الخزان لتخزين المواد الكيميائية، مثال على ذلك الكالسيوم. Calcium storage in the body which is released when it needed، أي الكالسيوم يستطيع العظام بتخزين الكالسيوم ويحرر الكالسيوم للباقي الجسم عندما يحتاج إليه. الوظيفة الخامسة اللي هي nourishment teeth، أي بإمكان العظام بإيصال التغذية إلى الأسنان، يعني الأسنان تتغذى عن طريق العظام. الوظيفة الأخيرة اللي هي sound transmission، باستطاعة العظام بعملية انتقال الصوت، مثال على ذلك اللي هي الأوسكلز اللي هي العظمة اللي تكون موجودة بإذن الوسطى الموجودة بإذن الإنسان. هذه تكون أصغر عظمة موجودة بجسم الإنسان، تستطيع هذه العظمة بعملية انتقال الصوت. بصورة عامة يتكون الهيكل العظمي مثل ما ذكرنا سابقا يتكون من العظام، وهذه العظام ترتبط مع بعضها بواسطة الأربطة، وأيضا تحتوي على خلايا عظمية بنسبة 2% واللي نطلق عليها تسمية أوستوستايتس. Bone rebonding أي العمليات التي تحصل على العظام واللي متمثلة بالعملية البناء البيلدينج، والعملية التهديم أو الهدم اللي هي destroying. العملية الأولى نطلق عليها تسمية الأوستوبليتس cell specialize in the bone building، أي هذه العملية الخلايا تقوم بعملية بناء العظام. أما العملية الثانية اللي هي الأوستوكليتس cells specialize in the bone destroying، هذه العمليات مسؤولة على عملية الهدم.
المطلوب قبل عندنا بهذا السلايد اللي هي النقطة الأولى والنقطة الثانية، يعني أنا أعرف المصطلح الأوستوبليتس اللي هي عملية البناء العظام، والمصطلح الأوستوبليتس اللي هي عملية الهدم الديستروينج للعظام. أما هذا الباراجراف اللي صاير أسفل هاي النقطتين هاي للتوضيح بصورة عامة، بكل يعني بكل يوم يحصل عملية الهدم لهذه العظام بمقدار على سبيل المثال نص غرام أو 0.5 غرام من الكالسيوم. من يصير عملية هذا الهدم بالعظام يصاحبه عملية بناء عظام يا جديد، يعني يصير عندي هدم نص غرام من الكالسيوم مقابلها يصير عندي بناء بنفس هذه النسبة اللي صارت بها الهدم. ونلاحظ هذه العملية تكون يعني متساوية لحد ما الإنسان يعني يوصل فد عمر معين، خلينا نقول من 35 إلى 40 سنة، فبالتالي تبدي عملية البناء تكون قليلة وعملية الهدم تكون كبيرة، فبالتالي لح يصير عندي لح تخف كمية الكالسيوم اللي موجودة بالعظام الجسم الإنسان. وإحنا مثل ما سابعين بأن الكبير بالعمر يعني مثلا إذا انكسرت إيده أو رجله يصير صعب الشفاء إذا انقارنا مع يعني شاب أو طفل صغير. هذه الحالة اللي نطلق عليها البوروس بونز، أي تكون العظام على تحتوي على جمسامات بسبب افتقارها إلى الكالسيوم. ونلاحظ هذه العملية أو هذه البوروس البون اللي موجودة بالنساء أكثر من الرجال. مثل ما ذكرنا سابقا احنا المطلوب من عندنا هي النقطة واحد والنقطة اثنين، اما الباراجراف اللي صاير اسفل هاي النقطتين مجرد للتوضيح. What is bone made of؟ ما هي مكونات العظام؟ بصورة عامة يتكون العظام من مكونين وايضا يحتوي على الماء. المكون الاول نطلق عليه تسمية الكولاجين. الكولاجين يمثل لي نسبة 40% من وزن العظام و 60% من حجمه. أما المكون الثاني اللي هو bone mineral هي عبارة عن مادة غير عضوية inorganic material، واللي يمثل لي أو يكون نسبة من العظام اللي هي 60% من وزنه و 40% من حجم العظام. بهذا السلايد اللي مطلوب من عندنا اللي هي مكونات العظام نقطة رقم واحد ونقطة رقم اثنين. بقية الباراجراف اللي موجود أسفل هذه النقاط هاي للاطلاع، بس لازم نعرف احنا بأن ما هو الفرق بين الكولاجين والبون مينرالز. الكولاجين يمتاز يكون عبارة عن مادة سوفت، أي عبارة عن مادة لينة، وهذه المواد الكولاجين اللينة نقدر نحنيها وقابلة للانطواء. أما المادة الثانية اللي هي bone minerals هي عبارة عن مادة صلبة hard وصلدة، ما نقدر نثنيها، وإذا حاولنا نثنيها فإنها تتعرض إلى الضرر ويصير بها كراش، يعني تتحطم هذه المادة. بصورة عامة عندما يبدأ العظام بالنمو فإن أول مادة تتكون اللي هي الكولاجين اللي هي المادة اللي تكون سوفت اللي تكون ناعمة أو قابلة للانطواء. المرحلة الثانية اللي تكون المادة الثانية اللي هي bone minerals تتكون على الكولاجين، وبالتالي يخرج لي الشكل الأخير للعظام. Compositions of compact bone، ما هي مركبات العناصر العظام؟
يتكون للعظام من عدة عناصر اللي هي الكالسيوم والكبريت والمغنيسيوم والأكسجين والكربون والهيدروجين. هذه العناصر هي تكون للعظام، لكن بصورة واضحة يحتوي العظام على نسبة كبيرة من الكالسيوم مقارنة مع العناصر الأخرى. وبالتالي فإن عنصر الكالسيوم يحتوي على نواة ثقيلة، فيمتاز يعني تمتص أشعة الإكس راي. عندما نعمل أشعة الإكس راي لجزء من جسم شخص معين، فإن العظام يمتص معظم هذه الأشعة الإكس راي مقارنة مع السوفت تيشيو اللي ذكرناها في السلايد الأول. قلنا السوفت تيشيو هي الأنسجة الرقيقة الموجودة بجسم الإنسان، فبالتالي العظام راح تمتص المقدار الأكبر من أشعة الإكس راي بسبب وجود الكالسيوم الذي يحتوي على نواة ثقيلة، فلح يتظهر لي صورة الأشعة فقط العظام واضحة بصورة جيدة. ذكرنا سابقا مكونات العظام، أيضا العناصر الذي يتكون منها العظام. يحتوي جسم الإنسان البالغ حوالي 200 عظمة. هذه 200 العظمة متوزعة على كل أنحاء جسم الإنسان. كل عظمة من هذه 200 العظمة لها فد وظيفة معينة اللي سميناها الفاكشنز وذكرناها سابقا. أيضا تحتوي هذه العظام أو تمتاز بامتلاكها على شكل يختلف على أشكال العظام المختلفة. هذه الأشكال اللي ظاهرة أمامنا بالنقاط الخمسة. شكل الأول اللي هو blade like bone, the shoulder blade scapula on some bones of the skull. أي هذه نوع من العظام اللي يمتاز بهذا الشكل blade like bone موجود في عظم الكتف وأيضا بعض من أجزاء من عظم الجمجمة. الشكل الثاني long hollow bones اللي هي العظام اللي ذات شكل الطويل والمجوفة من الداخل. توجد هذه العظام في الأرمز الأذرع والليكس الأرجل والفينجرز الأصابع. الشكل الثالث يمتاز بالcylindrical bones أي العظام أو العظم الأسطوانية ذات الشكل الأسطواني اللي موجود بالسبين بالعمود الفقري. الشكل الرابع اللي هو الأيجلر بونز. الأيجلر بونز هي العظام ما تحتوي على شكل يميزها. توجد هذه العظام في الريست اللي هو رسغ اليد والأنكل بونز والعظام الموجودة بكاحل الرجل. أما الشكل الخامس اللي هو الريبس ذكرناها سابقا. الريبس هو الأضلع اللي موجود بالقفص الصدري. إذا تم قطع هذه العظام إلى جزئين، فإن مكونات العظام راح يتكون لي من جزئين. الجزء الأول اللي هو solid or compact bone راح يعني يتكون لي العظم اللي يمتاز بالصلابة والقوة. أما الجزء الثاني اللي هو spongy واللي نطلق عليه تسمية tropical bones أي العظم الإسفنجي. What are the advantage of tropical bone over compact bone؟ ما هي محاسن العظم الإسفنجي على العظم الصلد؟ عندي نقطة واحد ونقطة رقم اثنين. نقطة رقم واحد the tropical bones give bone the strength necessary أي العظم الإسفنجي يعطيني القوة اللي موجودة بالعظام تكون أكبر من الكومباكت بون العظم الصلد. نقطة رقم اثنين اللي هي the tropical bones are relatively flexible and bone can absorb more energy when the large forces are involved such as in walking, running and jumping. النقطة رقم اثنين اللي هي العظم الإسفنجي يمتاز بالمطيلية والمرونة، فبالتالي يمتص القوة المسلطة عليه بصورة كبيرة، يعني يمتصها أكبر من الكومبوكت بوند اللي هو العظم الصلد، فبالتالي راح يساعدني بالمشي الووكينج والركض رانينج وبالقفز جامبينج.
كثافة العظام تعطى بحدود 1.9 غرام على سنتيمتر تربيع. هذا مثلا يجينا صح وخطأ أو فراغات، كثافة العظام 1.9 غرام على سنتيمتر تربيع. عندما يتم تسليط قوة معينة على العظام، هذه القوة تعطى بوحدات نيوتن. عندما تسلط هذه القوة على سطح العظام، سطح العظام يعطى بوحدات المساحة اللي هو مليمتر تربيع، فبالتالي راح يولد لي إجهاد، وهذا الإجهاد يسلط على العظام. الإجهاد يعطى بوحدات اللي هو نيوتن على مليمتر تربيع اللي هو الباسكال. العظام راح يحدث بتغيير بالأبعاد، هذا التغيير بالأبعاد نطلق عليه اللي هو السترين. يمتاز العظام بالصلادة العالية، ولكن عندما يوصل الإجهاد إلى حوالي 120 نيوتن على ملي متر تربيع يحدث الكسر بالعظام اللي هو البريك أو فراكتشر. أيضا هذا مهم مطلوب. طبعا هذا الرسم التوضيحي هذا للتوضيح، والباراجراف اللي فوق هذا الرسم أيضا للتوضيح. المطلوب من عندنا نعرف كثافة العظام اللي هو 1.9 غرام على سنتيمتر تربيع، وأيضا نعرف إلى أي مدى يتحمل الإجهاد العظام اللي هو بحدود 120 نيوتن على مليمتر تربيع. هذا السلايد يوضح لنا العلاقات الرياضية لمعامل يونغ. ذكرناها في السلايد السابق، قلنا عندما يتم تسليط قوة معينة على عظم معين، هذه القوة على سطح العظم يعطى بقانون اللي هو الإجهاد، الإجهاد اللي هو القوة العمودية المسلطة على وحدة المساحة. نتيجة تسليط هذا الإجهاد على العظم فإن يحدث تغيير بأبعاد العظم. هذا التغيير الأبعاد بالعظام الذي يعطى بالعلاقة دلتا L على L، أي مقدار تغيير الطول الحاصل نتيجة تسليط القوة على الطول الأصلي اللي هو L، يعطى بقانون يسمى الاستطالة سترين. فاللي ظاهر أمامنا كابتل Y اللي هو يونغ مودلز معامل يونغ. من جاي؟ جاي من استريسس اللي هو الانفعال، والسترين اللي هو الاستطال. ذكرناه احنا الاستريسس الاجهاد او اللي هو القوة فورس على الاريا، وسترين اللي هو الانفعال الدلتا ال اللي هو التغيير الحاصل في الطول على ال اللي هو الطول الاصلي. من عدها نستنتج معامل يونغ للعظام اللي هو 1.8 في 10 اس 10 نيوتن على متر تربيع. معامل يونغ للعظام هذا تحفظه مطلوب من عندكم، يجينا مثلا صح وخطأ أو فراغات أو احتمال، يجينا مثلا أعطيكم سؤال معين على العظام بس ما أذكر أني معامل يونغ، فأنتوا لازم تعرفون معامل يونغ للعظام اللي هو 1.8 في 10 أس 10 نيوتن على متر تربيع. عندنا هذا السؤال اللي موجود أسفل هذا السلايد. Assume a leg has 0.6 shift. نعطينا مثال، نعطينا الطول الأولي اللي هو 0.6 متر من العظام، ويحتوي على مساحة اللي هو 1.5 سنتيمتر تربيع مساحة العظام. What is the amount of shorting when the body weight of 350 newton is support on the leg؟ بهذا المثال نعطينا طول العظام اللي هو 0.6 ومساحة العظام اللي هو 1.5 سنتيمتر تربيع. رايد من عندنا مقدار التغير الحاصل، مقدار التغير الحاصل اللي هو دلتا L عندما يتم تسليط قوة عليه بمقدار 350 نيوتن على العظام. في هذا السؤال
طريقة الحل. ذكرنا احنا سابقا معامل يونغ اللي هو الستريسس على السترين، وقلنا الستريسس اللي هو الاف على اي والسترين الدلتا ال على ال. لو تشوفون في وسط هذا السلايد من عندها نستنتج الدلتا ال كمظاهر امامنا وسط هذا السلايد، الدلتا ال يساوي ال في اف على اي في واي. ال اللي هو اللينث الطول الاصلي للعظام، والاف اللي هو الفورس، والاي اللي هو الاريا، والكابيتال واي اللي هو معامل يونغ. فبالتالي اذا نريد نحل هذا السؤال راح نطبق هذا القانون. راح نكتب مثل مظاهر يا امامنا طريقه حل هذا السؤال. طبعا طريقه الحل مالته يعني يا مباشره، عندي اني معطيات وعندي مطلوب وعندي قانون، بس نطبق هذه المعطيات بالقانون ولح نستخرج من عنده المطلوب اللي هو الدلتا ال يساوي ال في اف على اي في واي. ال اللي هو الطول الاصلي اللي ذاكره بالسؤال 0.6، والاف اللي هو الفورس اللي هو 350 نيوتن، والاي اللي هو الاريا 1.5 سنتيمتر تربيع، ومعامل يونغ احنا قلنا نحفظه للعظام لان السؤال ما ينطي، بس انتو لازم حافظيه وطبقوه بهذا القانون اللي هو 1.8 في 10 نيوتن على متر تربيع. فبالتالي لح نستخرج من عنده مقدار التغير بالمليمتر اللي هو 0.77 مليمتر. هذا السلايد للتوضيح غير داخل بالمحاضرة، خلوها معلومة عندكم. هذا المثال هومورك واجب بيتي. تقريبا احنا بالسلايد السابق حلينا مثال مشابه له، فالمطلوب من عندكم حل لهذا السؤال.